مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى الواقع اليمني، والبداية بالعناوين. غارات للتحالف على مقر اللواء 35 مدرع بتعز بعد سيطرة مسلحي أنصار الله عليه، وتواصل المواجهات في عدن. بعد الإعلان رسميا عن انتهاء عاصفة الحزم، أنصار الله يطالبون بوقف كامل لعمليات التحالف في اليمن واستئناف الحوار بإشراف أممي. وزارة الصحة تكشف عن ضحايا الغارات الجوية، والصليب الأحمر يتحدث عن وضع إنساني صعب. قبل أن نبدأ محاور هذه الليلة، نبدأ بمجموعة من الأخبار لهذا اليوم. شنت طائرة التحالف اليوم غارات استهدفت اللواء 35 مدرع بمنطقة المطار القديم بتعز بعد سيطرة قوات الأمن الخاصة المسنودة بمسلح أنصار الله عليه صباح اليوم. وقال شهود عيان إن غارات أخرى شنها الطيران واستهدفت مواقع قرب السجن المركزي بالمدينة. وفي سياق متصل، ذكر سكان محليون أن منطقة كلابة وبرباشة والمرور ووادي القاضي شهدت اليوم اشتباكات بين قوات الأمن الخاصة المسنودة بمسلح أنصار الله من جهة، وقوات اللواء 35 مدرع المدعومة بمسلحي القبائل. قال سكان محليون إن مواجهة عنيفة تجددت اليوم في منطقتي خور مكسر ودار سعد بمحافظة عدن. من جانبها، ذكرت مصادر محلية إن مدينة المعلة شهدت اليوم معارك بين اللجان الموالية لهذه وبين قوات من الجيش مسنودة بمسلح أنصار الله بعد أيام من الهدوء. يأتي هذا في حين تعرضت مواقع في محافظة عدن لقصف من بارجات حربية مرابطة في البحر، كما استهدفت غارات جوية تعزيزات متجهة من طور الباحة بلحج إلى منطقة راس عمران. قالت مصادر محلية بمحافظة مارب أن معارك دارت اليوم بين وحدات من الجيش المدعومة بمسلحين قبليين وبين قوات من الجيش مسنودة بمسلحي أنصار الله في منطقتي الجدعان ومجزر. ووفقا لذات المصادر، فإن قتلى وجرحى سقطوا من الطرفين في هذه المواجهات. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الغارة الجوية التي شنها التحالف على اليمن لتصل إلى أكثر من 950 قتيلا وقرابة 4000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال. الوزارة حذرت اليوم من إعلانها من كارثة إنسانية محدقة باليمن جراء استمرار العمليات العسكرية، كما حذرت من خطر انتشار الأمراض والأوبئة، معلنة أن جميع المشافي في اليمن مهددة بالإغلاق نتيجة لتردي الوضع الأمني ونقص الخدمات الأساسية والأدوية. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماري كلين إن الوضع الإنساني في اليمن صعب جدا. وقالت كلير إن البلاد تستورد 90% من احتياجات الغذاء، وإن الطرق البحرية والجوية والأرضية مقطوعة. ولفتت إلى أن الوضع الإنساني في عدن كارثي في أقل تقدير، واعتبرت أن الوضع الأخطر هو في المجال الصحي إذ نفدت اللوازم الطبية والجراحية، كما لا توجد الخبرات المطلوبة للتعامل مع الإصابات. قال الرئيس عبد رب منصور هادي إن اليمن يمر بأسوأ حالاته بسبب ما وصفه بالتحالف بين قوى التخلف. ودعا الرئيس هادي في كلمة وجهها الليلة الماضية من الرياض، دعا من سماهم بالشرفاء من المؤسسة العسكرية إلى الوقوف بجانب الشرعية ومواجهة ما وصفه بتمدد الانقلابيين. وأشاد هادي بدور السعودية ودول تحالف عاصفة الحزم، مؤكدا العودة لاستكمال المسار السياسي بعد تخليص الوطن من المتآمرين، حد قوله. طالبت جماعة أنصار الله بوقف كامل لعملية التحالف في اليمن، وبعد ذلك باستئناف الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة. وطالب المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في بيان له
بالتوقف التام لما سماه بالعدوان الغاشم على اليمن وفك الحصار الشامل على الشعب. وكذلك استئناف في الحوار السياسي برعاية أممية حد قوله، كما أكد أن الحوار الوطني السابق الذي تضمنت نتائجه تحويل اليمن إلى دولة فيدرالية من 6 أقاليم يبقى مرجعية توافقية لاستئناف العملية السياسية وكذلك اتفاق السلم والشراكة. وعلى الصعيد الخارجي أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف ترحيب بلاده بقرار التحالف العربي بوقف عملية العسكرية عاصفة الحزم في اليمن. لافروف في حديث صحفي له اليوم لثلاث إذاعات روسية قال إن بلاده ترحب بالإعلان عن انتهاء هذه العملية وتركز على الجهود على دفع العملية السياسية إلى الأمام. قال البيت الأبيض اليوم إن اليمن ما زال يعاني انعداما للاستقرار وإن المنطقة تحتاج إلى عمل أكبر بكثير. واعتبرت جين ساكي مديرة الاتصالات للبيت الأبيض إن المهمة لم تنجز في اليمن. وكان إعلان التحالف يوم أمس بانتهاء عاصفة الحزم قد لقي ردود فعل إيجابية من البيت الأبيض وإيران، وكذا دعوات لإجراء محادثات سلام وتقديم مساعدات إنسانية. لكن ساكي قالت إن هناك حاجة لعمل أكبر بكثير داعية في الوقت نفسه إلى حل دبلوماسي للصراع. شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية للتنديد بحادثة استهداف فج عطان وسقوط ضحايا مدنيين. ورفعت في المسيرة الأعلام الوطنية واللافتات المنددة والمستنكرة لما وصفته بالعدوان الخارجي وقصفه للمنشآت المدنية العامة والممتلكات الخاصة والمباني السكنية، فضلا عن استهدافه للأبرياء من المدنيين. وردد المشاركون شعارات منددة بهمجية العدوان وانتهاكه لسيادة اليمن ووحدته وتدخل في شؤونه تحت مبررات واهية حد تعبير المشاركين في المسيرة. أطلقت جماعة أنصار الله اليوم سراح وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وذلك عقب إعلان توقف عملية عاصفة الحزم. كما تم إطلاق سراح وكيل الأمن السياسي في عدن ولحج أبي الناصر منصور هادي شقيق رئيس عبد الربو منصور هادي، بالإضافة إلى قائد اللواء العسكري في أبين فيصل رجب بعد مرور نحو أكثر من شهر على احتجازهم. هذا ولم تؤكد جماعة أنصار الله أو تنفي هذا الخبر. رحب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في بيان نشره على حسابه على فيسبوك بإعلان التحالف وقف الضربات الجوية في اليمن. صالح الذي دعا إلى العودة للحوار السياسي حتى تخرج البلاد من الفوضى قال في بيانه إن قرار الضربات على اليمن كان مستنكرا ومرفوضا، معبرا عن أمله في أن يشكل ذلك نهاية تامة لخيارات القوة والعنف وإراقة الدماء وبداية لمراجعة الحسابات وتصحيح الأخطاء. قتل 5 من عناصر تنظيم القاعدة في غارة نفذتها طائرة بدون طيار يرجح أنها أمريكية. وقال سكان محليون بالمكلا إن طائرة بدون طيار قتلت 5 يشتبه أنهم من مقاتلي تنظيم القاعدة أثناء جلوسهم لتناول الطعام على ساحل مدينة المكلا. وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت باستخدام الطائرات بدون طيار في اليمن ضد أنصار الشريعة تابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. بعد هذه الأخبار نبدأ النقاش في محاور هذه الليلة ولكن بعد الفاصل. إذن أثار الإعلان المفاجئ عن انتهاء عملية عاصفة الحزم في اليمن الكثير من التساؤلات لدى الشارع اليمني، ولعل من أبرز هذه التساؤلات
ماذا بعد انتهاء عاصفة الحزم؟ نبدأ النقاش في هذا المحور مع ضيوفي الكرام عبر الهاتف، وأبدأ بالمحلل السياسي من عدن الدكتور محمد حسين حلبوب. دكتور محمد، مساء الخير. في البداية، كيف تنظرون لتوقف عاصفة الحزم وإعلان جماعة أنصار الله بأنها ستبدأ الحوار بعد التوقف التام لكل الضربات على اليمن؟ أنا شخصيا أعتقد بأن قرار إيقاف أو إنهاء عاصفة الحزم كان قرار ذكي وحكيم، أنه يضع الحوثيين في مواجهة مباشرة مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أعطى مهلة 10 أيام للقبول به ما لم سوف يتخذ قرارات صارمة في هذا الجانب. وبالتالي فإن قرار إيقاف أو إنهاء عاصفة الحزم أولا هو أنهاء الجزء الأول والأساسي من البرنامج الأهداف التي كانت موضوعة، ويعني أضعف قدرة الجيش المتحالف مع الحوثيين في استهداف الدول المجاورة. وفي نفس اللحظة هذا الإيقاف هو لوضع الحوثي وجيش حفاش أو ما أسميهم الحفاش في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي الذي تنتهي مهلته بعد يومين، وبالتالي هنا سيظهر الحوثي إن كان صادقا في قوله بالإسلام أو رفضه. وعليه دكتور محمد، وعليه أتوقع أن يكون سوف يواجه بعقوبات شديدة وصارمة. قبل أن نتحدث عن ما الذي سيواجه به جماعة أنصار الله، هل تتوقع أي أثر على الأرض لجماعة أنصار الله تجاه تطبيق القرار، قرار مجلس الأمن الذي ستنتهي المهلة عنه به غدا، وإلا لن يكون له أثر يعني خاصة بعد الإعلان عن انتهاء العاصفة؟ حسب خبراتنا من تصرفات الحوثي هو أنهم لا يلقون أي بال يعني يوافقون يعني نظريا، ولكنهم يستمرون في عملهم العسكري. هناك في فراغ كبير ما بين جناحهم السياسي الذي يسير في الاتجاه السياسي وما بين الجناح العسكري الذي لا يلتزم الا لخطط محدده هو ينطلق منها. وبالتالي انا اتوقع ان يفهم الحوثيين، دائما يفهمون بالخطا، انهم سيفهمون بان هذا التوقف هو اعطاء لهم الفرصه ان يتوسعون بشكل اكبر، وسيحاولون التوسع او وضع يعني مقدرات اضافيه في اطار التوسع، وهذا سوف يكون خطا فادح سيقعون فيه، وسوف يتصادمون مباشره مع قرار مجلس الامن 2216. يعني انا اتوقع الان انه يعني ما حصل، بدلا من ان تكون عاصفه الحزم التي كانت لها اهداف موضوعه محدده يعني ويجب على المقاومه ان تتوافق مع عاصفه الحزم، الان سيكون بالعكس، سوف تكون المقاومه الموجوده في الداخل هي التي تقود العملية، وسوف تكون عاصفة الحزم أو المساندة الجوية على ذكر المقاومة. على ذكر المقاومة دكتور محمد، الكثير من المحللين الذين يميلون إلى جانب أنصار الله تحدثوا عن انهيار في نفسيات المقاومة في الجنوب وغيرها، يعني في عدن وغيرها، بعد الإعلان عن توقف عاصفة الحزم. تعتقد أن هذا الكلام دقيق؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. المقاومة لا تزال يعني في عنفوانها، وبالعكس هي حصلت على دفعة قوية، لأنه الآن أصبح وخاصة بعد أن تجاوبت عاصفة الحزم أو المتحالف بعد أن تجاوب مع طلبات المقاومة، يعني بالعكس الآن أصبحت المقاومة هي التي تقود العملية المعركة بحيث أنها طلباتها تلبى، عكس السابق حيث كانت المقاومة يجب أن تتوافق مع الأهداف التي تستخدمها التي تضربها عاصفة الحزم. طيب ستبقى معي دكتور محمد، أنه لدينا يومين إلى يوم الجمعة إلى أن تنتهي العشر الأيام، وسوف تظهر الوضع بشكل أكثر وضوحا. سيحاول الحوثي
أن يستفيدوا من هذه اليومين. نسأل ما الذي سيحصل في اليومين، وما الذي حصل حتى توقفت عاصفة الحزم؟ ينضم إلينا عضو المجلس السياسي الأنصار محمد أبو خيتي. سيد محمد مساء الخير، لو نتحدث عن موضوع عاصفة الحزم، توقف عاصفة الحزم، البيان الذي جاء عن أنصار الله، عن الناطق الرسمي لأنصار الله بضرورة التوقف، الكثير من الغموض هذا، نريد أن نعرف، الناس يريدون أن يعرفون، هل بالفعل هناك أي اتفاق سياسي من تحت الطاولة، أي إنجاز سياسي ما أظن نحن فيه، وإلا الأمور حتى الآن غير واضحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا لا يوجد أي اتفاق ولا أي تسوية، ولكن من الواضح أن هناك حالة من التخبط في الموقف السعودي. ففي الوقت الذي يعلن فيه العسيري وقف انتهاء عاصفة الحزم وتحقيقها الكامل أهدافها، يقول أن هذا لا يعني وقف إطلاق النار، ولا يعني استمرار الطلعات الجوية، ولا يعني رفع الحصار الجوي والبحري والبري. إذن ما هو الفرق؟ إذن هناك تخبط واضح. أيضا يدعي مرات بأن وقف عاصفة الحزم هو جاء نتيجة لاستكمال أهدافها، تحقق كامل أهدافها، وبينما في وقت آخر يقول أنها جاءت نتيجة لطلب من عبد الرب منصور هادي، وهو الذي طلب بالتدخل العسكري، وهو الذي طلب وقفه. طيب يعني لا يمكن أن يكون السببان يعني واقعيان في وقت واحد، أما هذاك أو ذاك. أيضا يقول أنها تحققت أهدافها، ولم يتحقق أي هدف من الأهداف المعلنة للعدوان السعودي، حيث أنهم قالوا بأنهم سيعيدون أنصار الله إلى صعدة، وأنهم لابد أن يسلموا سلاحهم. وأيضا هناك تخبط حتى في قضية تسليم السلاح، من يسلم السلاح؟ ألا يسلم السلاح للجيش؟ طيب الجيش أصبح هدف لهم ولعدوانهم. إذن هناك حالة من التخبط، وهذا التخبط هو نتيجة لأن السعودية دخلت في العدوان بكل قوتها، ووصلت إلى نتيجة أنها لم تحقق أي هدف على الأرض. طيب أستاذ محمد، في معطيات أريد أن أفهمها، إذا ما توفرت قد نقرأ موضوع الحل السياسي سيأتي ولا لا. من هذه المعطيات، هل بالفعل أفرج عن وزير الدفاع الصبيحي ولا لا؟ أنا حسب معلوماتي لا، ولكن أستغرب أن هناك يعني تداول لهذا الخبر في وسائل الإعلام، ولكن أنا شخصيا سألت وقالوا لي لم يحصل ذلك. وأنا أقول لك أنه يعني أنا بدأت أشك في الموضوع، ولذلك لا أستطيع أن أؤكد ولا أنفي، ولكن طيب. حتى الآن لا يوجد لدي أي معلومات. معطى آخر، هذا المعطى ربما لا نستطيع أن نبني عليه شيء طالما الأمر ضبابي حتى نعم. الآن موضوع الانسحاب من عدن لا حج تعز، هل هو مدروس الآن وموجود على أجندة أنصار الله؟ أشوف أخي الفاضل، إحنا موقفنا واضح من البداية. نحن كنا مع الحوار ولازلنا مع الحوار، ونطالب بعودة الحوار من حيث انتهى. أيضا أكدنا في البيان، في بياننا الأخير، أننا مع مخرجات الحوار الوطني ومع اتفاق السلم والمشاركة الوطنية، وأن هاتان الوثيقتان هما الحامل السياسي للعملية السياسية حتى في المرحلة الانتقالية حتى أجراء الانتخابات. موضوع مواجهة تنظيم القاعدة نحن مستمرين في ذلك. لحظة أستاذ محمد لو سمحت. أنتم مع الحوار ليبدأ من حيث انتهى، طيب؟ نعم. ولستم مع أن تعودوا إلى ما كنتم عليه أثناء الحوار، معادلة غير مفهومة. شوف، احنا موقفنا واضح. احنا عندما تحركنا مع الجيش والأمن في الكثير من المحافظات، هذا التحرك كان له دواعي أمنية وليس له علاقة بقضية الحوار. فكان هناك عبد الرب منصور هادي بعد أن انتقل من صنعاء إلى عدن، أعلن عدن عاصمة مؤقتة، وأعلن صنعاء عاصمة محتلة، وتحالف مع القاعدة، وبدأ في استدعاء الخارج. ولم يكتفي بذلك، بل نفذ، قام يعني بدأ بالعمل على الأرض، حيث قام بإسقاط العديد من المعسكرات في التنظيم القاعدة، وقاموا بذبح جنود يمنيين. أيضا تم الاعتداء على المصلين في صنعاء، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 150 شهيد في يوم واحد. إذن نحن بعد ذلك تحركنا من أجل مواجهة تنظيم القاعدة. إذن تحركنا هو لدواعي أمنية ولم يكن لدواعي سياسية. طيب. قضيتنا هي والآن عندما تقول نترك ننسحب من عدن وننسحب من بعض المحافظات،
ماذا يعني ذلك؟ أن من سيملأ الفراغ هو تنظيم القاعدة. الآن تنظيم القاعدة يملأ الفراغ في حضرموت، وقد أسقط العديد من طيب المعسكرات. سأعود إلى هذه النقطة. طيب خليني أذهب بهذه النقطة للأستاذ عبد الباري طاهر المحلل السياسي. أستاذ عبد الباري طاهر مساء الخير. إذن بالأمس عندما توقفت عاصفة الحزم بشكل مفاجئ، البعض قرأ بأن هناك ربما اتفاق سياسي، تسوية سياسية تطبخ من تحت الطاولة على الأقل، لكن ما يتحدث عنه الأستاذ محمد البخيتي يقول بأنه لا يوجد شيء من ذلك وهم مستمرون فيما هم عليه. كيف تقرأ الوضع إذن الآن وقد بدأت الملامح تتضح على الأقل من جانب أنصار الله؟ لا شك يعني بالفعل كما تفضلتم المسألة هي قدر كبير من الغموض، والطبخة لم تتضح بعد، قد تكون في هناك يعني بالفعل تركيبات معينة، لكن هي حتى الآن غير واضحة. العدوان الخارجي المستمر، والإخوان أنصار الله يردون على هذا العدوان، عدوان الدول العشر بعدوان على بلدهم، على تعز، على عدن، وطبعا العدوان الخارجي كاذب 100% في أنه يخدم قضية وطنية أو يدافع عن قضية في الداخل أو يحمي سيادة أو أي شيء. وأنصار الله أيضا يعني هم يرتكبون خطيئة كبرى، أنهم بدل من أن يتحدوا مع شعبهم ويشكلوا موقف وطني شامل في مواجهة هذا العدوان، يعتدون على شعبهم ويدمرون الوحدة الوطنية الداخلية ويمزقون النسيج المجتمعي ويخوضوا قتال ليس مع الدواعش، لأن الدواعش ليس يرجى الانتظار الرقم المطلوب. طيب دكتور محمد حسين حلبوب، إذن لا شيء سيتغير بالنسبة لأنصار الله، هكذا تحدث الأستاذ محمد البهيتي، بالتالي ما هي الخيارات الآن المطروحة سواء كان على الصعيد السياسي وإلا على الصعيد الميداني؟ لا يعني بالنسبة للمتغيرات، هناك متغيرات كثيرة على الصعيد الميداني وعلى الصعيد السياسي. أولا من المتغيرات على الصعيد الميداني هو حصل فك ارتباط ما بين جيش عفاش وميليشيا الحوثي، يعني الآن حاصل نوع من أنواع فك الارتباط، وهذا فك الارتباط هو يعني مفيد تماما في للعملية السياسية. هناك يعني تقليص كبير جدا. لا من بس هذه النقطة، من اللي قال عنها أنه هناك الناس لحد الآن هم يعلنون أنه ما كان في تحالف أصلا، كيف تقول أنه في فك ارتباط؟ الحديث عن أقوالهم، هؤلاء يكذبون في كل شيء، كما يتنفسون يكذبون. الآن هم يقولون أنه هناك دواعش والقاعدة، والقضية واضحة أنه كانوا في الجنوب بشكل عام. يعني لا، إذا انطلقت مما يقولون لن تستفيد أي شيء. ما حصل هو أنه هناك كان يعني تحالف غير شريف، تحالف بين الجيش عفاش وبين الحوثيين. الآن حصل تدمير لجزء كبير من جيش عفاش، وتم فك الارتباط ما بين الاثنين. هذه عملية مهمة جدا، تم تقليص القدرات العسكرية للحوفاش بشكل كبير، وهذا أيضا شيء كبير جدا. حصل الآن تغيير في موازين القوى، يعني يمكن لهذا التغيير في موازين القوى أن يؤدي إلى نجاح العملية السياسية والعملية الانتقال السلطة. يعني حصل، لكن المعالم مش واضحة. دكتور محمد، ما الذي يجعلك تتفائل والمعالم مش واضحة؟ ما زالت المعارك موجودة، وما زال الرجل يحدثك بأنه لا يمكن، لمن يقول لك لمن ننسحب؟ للدواعش والتكفيريين هكذا يقول؟ ما يقول، قلت لك إذا انطلقت من أحاديثهم فأنت لا من الواقع. أنا انطلق من الواقع، من المعطيات على الواقع. الآن معارك في عدن، معارك في تعز، معارك في مأرب، يعني الواقع شيء ثاني. المعارك ستستمر في عدن، في تعز، في شبوة، في أبين، في لحد، شيء طبيعي، ولكن ميزان القوى تغير تماما، وأصبحت القوى التحالف بناء اليمن الجديد، لأن هناك تحالفين، تحالف الحوفاش، تحالف اللي هو تحالف التخلف والغدر،
ضد تحالف بناء اليمن الجديد. الآن تحالف بناء اليمن الجديد لديه قوات هائلة تستطيع فيها ضرب الطرف الآخر، لديها قوات تستطيع محاصرة الطرف الآخر، لديه قوات يعني لديه قوة تواجه القوة التي يمتلكها الطرف الآخر بل إنها أكبر بكثير. ميزان القوات تغير، وبالتالي فإن العمل السياسية سوف تسير بشكل سريع، وسوف يتم تم أو تسوية معينة للأرض وتمهيد لكي نبني اليمن الاتحادي الجديد. أشكرك. من خلال وجود توازن قوى. في السابق كان التحالف ما بين الحوثيين وعفاش كان ممكن أن يجهر، بل أنه حصل أن يجهر المشروع. سأسأل طبعا في موضوع في نقطة توازن القوى العسكرية، سأسأل هل هي إيجابية أم سلبية، سأسأل فيها الأستاذ عبد الباري طاهر. على كل حال أشكرك من عدن المحلل السياسي الدكتور محمد حسين الحلبوب. أستاذ محمد البخيتي، يوم فقط على انتهاء المهلة المحددة من مجلس الأمن، وعاصفة الحزم تتحدث بأنها أو قوات التحالف تتحدث بأنها لا تزال تراقب الوضع في اليمن ولا تزال تنتظر ما ستفعلونه خلال هذا اليوم، ما الذي ستفعلونه؟ طبعا شوف، المهلة التي جاءت في قرار مجلس الأمن هي مهلة يعني غريبة من نوعها، لأن العدوان كان تحصيل حاصل، يعني العدوان هو كان فوق سقف قرار مجلس الأمن، والقرار يضع مهلة. ما فائدة المهلة وهناك عدوان فوق ما يده القرار؟ هذا يعني هذا يؤكد قضية التخبط لدى الأطراف الأخرى. أيضا أريد أن أعلق على ما جاء في كلام الأستاذ عبد الباري طاهر. طبعا شوف، يعني كلام الأستاذ عبد الباري طاهر ينم عن نوايا حسنة وعن نية صادقة وعن حرص لهذا البلد، ونحن نحترم كل كلمة يطرحها لأن الرجل يتكلم عن حرص لهذا البلد. وأنا أقول لأستاذي الذي يعتبره أستاذي عبد الباري طاهر، أقول له أنه نحن، أنا لا أنكر أن هناك بعض الأخطاء والتجاوزات التي تحصل من أنصار الله في الجانب الميداني، وهذا شيء طبيعي جدا، لأنه أنت عندما تدير عملية عسكرية وعندما تمارس السلطة إلى حد ما لا بد أن ترتكب أخطاء. ولكن دعونا نناقش الأمور في الكلية قبل أن ننتقل للتفاصيل. الآن نحن في أنصار الله نقول بشكل واضح وصريح أننا مع مخرجات الحوار الوطني، مع تنفيذ اتفاق المشاركة الوطنية، مع أن يكون هناك شراكة والتوافق في هذه المرحلة. لا نسعى للانفراد بالقرار السياسي، الطرف الآخر هو الذي سعى للانفراد بالقرار السياسي، الانفراد بالدستور، الانفراد بال يعني بالمشروع الأقاليم، أيضا عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولا اتفاق السلم أو اتفاق المشاركة الوطنية. نحن الآن أيضا كأنصار الله نتحمل أعباء مواجهة تنظيم القاعدة. علي يعني ألم يحصل في الواقع أن هناك معسكرات تسقط في يد القاعدة ومدن ومحافظات؟ طيب إحنا لو نسكت ما الذي سيحصل؟ يعني سيعاني الشعب. ما هو أستاذ محمد، يعني عندما تغيب الحلول السياسية، عندما لا يكون هناك حوار سياسي متكافئ، تحصل كل هذه الاختلالات بالطبع. سأعود إليك بهذه النقطة، أنتقل إلى نقطة مهمة ذكرها الدكتور محمد حسين حلبوب للأستاذ عبد الباري طاهر. أستاذ عبد الباري، تحدث الدكتور قبل قليل عن موضوع الآن هناك توازن قوى عسكري ليس سياسي إنما عسكري، ممثل بأنصار الله من جهة وممثل بالمقاومة التي تبرز هنا وهناك من جهة أخرى. هل هذا شيء إيجابي ليدفع بالعملية السياسية قدما، ولا شيء سلبي يمكن أن ينزلق باليمن إلى حرب أهلية طويلة المدى؟ طبعا أنا لست عسكري حتى أحدد وأتكلم عن موازين القوى، ولكن الذي أشاهده كمتابع كقارئ أن هناك قوة حقيقية تتمثل في الجيش وتتمثل في أنصار، في ميليشيا أنصار الله، أمام لا قوة، أمام يعني مجموعة من شباب بعد أن هرب عبد الرب منصور بميليشياته وبكل شيء وترك يعني عدن لأهلها ولشبابها. ويعني إحنا أمام شعب يعاني ويقمع من الإرهاب، من الميليشيات أنصار الشريعة والقاعدة المدعومين من بيئة شديدة العداوة للحداثة وللتقدم وللتطور ومن دول جارة أيضا. هذه القوى هي موجودة ولا ننكر وجودها،
لكن مقاومتها ليست مسؤولية أنصار الله فقط، ولكن مسؤولية يعني الشعب اليمني ككل. ومن أجل مواجهة هذه القوى ومن أجل التصدي للعدوان العشري يحتاج المسألة إلى مصالحة شاملة مع الشعب ومع مكونات مختلفة في مختلف مناطق اليمن لمواجهة هذا العدوان. البلد تتعرض لعدوان أجنبي وتتحارب وتشن حرب على نفسها. هذا الحرب الآن الذي يشن على تعز، على لحج، على أبين، على الضالع، على مناطق كانت أول من تصدى لهذه يعني العصابات الإرهابية وهزمتها في أبين، بينما كان النظام القديم وجيش النظام القديم هو من سلم أبين، هو من سلم عزان، هو من سلم حضرموت. نعرف أن حضرموت كان فيها أقوى قوة عسكرية تابعة لمحمد إسماعيل. هذه القوة هي من سلم حضرموت والمكلة للقاعدة وأنصار الشريعة. طيب. لابد يكون المنطق واضح جدا، ولكي نتصدى للإرهاب الداخلي ولكي نتصدى للعدوان الخارجي لابد من صياغة وحدة وطنية حقيقية تقوم على أساس مشاركة الشعب، مشاركة كل فئاته وطوائفه وشرائحه. طيب. وفئاته لمواجهة هذا العدوان. لكن طيب. أن يشن عليك عدوان وتشن عدوان على بلدك هذا لن يقود إلا إلى كارثة، ويدفع ثمنها الجميع بما في ذلك أنصار الله طبعا. طبعا سمعت أستاذ محمد البخيتي، لكن أنا أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى. الآن الحديث عن أنه المؤتمر الشعبي العام قبل بقرار مجلس الأمن بطريقة أو بأخرى، وهناك ربما تسوية بعيدة عن أنصار الله. إذا ما صح ذلك، إذا ما انفرط هذا التحالف الذي مرة يعلن عنه مرة لم يعلن عنه، لكن على الأقل تطابق في المواقف، ألا يعد مسمار في خطكم أو في خشبتكم أنتم أنصار الله وإحراجا لكم؟ أصلا شوف، هناك يعني تصوير خاطئ بأن هناك تحالف بيننا وبين علي صالح وأن لولا هذا التحالف لما حققنا أي تقدم. يعني هذا الشيء غير صحيح، لأنه إذا افترضنا أن تلك المعسكرات أو المعسكرات هي تقف إلى يعني من يحركها علي صالح، فأنا أقول لك أن المعسكرات والألوية قد أصبحت بحاجة لحماية اللجان الشعبية. لاحظ كم لواء عسكري سقط في الجنوب بيد القاعدة. إذن ونحن موقفنا ثابت لن يتغير، سواء تغير صالح أو تغير غيره، نحن مواقفنا ثابتة ولن تتغير أبدا. يعني هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا أيضا أريد أن أعلق على ما جاء في كلام الأستاذ عبد الباري طاهر. هو أنا أشوف صحيح أن الآن المواجهة التي نخوضها الآن في مع الجيش والعم ليست فقط مع تنظيم داعش والقاعدة، وإنما هناك أطراف أخرى أيضا دخلت على الخط، بعضهم مضللين بعضهم مرتزقة، لأنه الآن الحراء يعني الداعش والقاعدة وكذلك حتى الأخوان المسلمين الإصلاح والسلفيين الآن هم ركبوا موجة الحراك، أيضا ركبوا موجة قضية تعز. تلاحظ الآن أنهم لا يظهرون في الصورة ولكنهم يحاولون أن يدفعوا بغيرهم. أيضا السياسة السعودية ودول الخليج واضحة وهم معلنة أنهم يدعمون بعض القبائل والمرتزقة، حتى أن عبد الله النفيسي يعني المفكر المشهور في الكويت دعا دول الخليج للدعم بالكاش والكلاش. الكاش هي الفلوس، والكاش الكلاشنكوف. ولاحظنا كيف ألقت الطائرات السعودية الكثير صناديق أسلحة من كل مختلف الأنواع وكراتين فلوس. إذن هذه الأموال وهذه السلاح الذي يدفع للمرتزقة يدفعهم لمقاتلتنا، وبالتالي نحن نضطر لأنهم أصبحوا في خندق واحد مع تنظيم القاعدة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن لم نمنع أي قوة سياسية يمنية أن تقف إلى جانبنا في مواجهة القاعدة وداعش، بل نحن نرحب بذلك، وأيضا نحن نرحب بالجيش بأن يشاركنا. نحن لا نمنع أحد من المشاركة معنا. أيضا أقول للأستاذ عبد الباري طاهر، نحن الآن واقعا نتحمل أعباء مواجهة القاعدة، نتحمل أعباء مواجهة العدوان الذي هو يدين العدوان الخارجي. ورغم أن موازين القوى هي الآن موازين القوى العسكرية في الداخل أصبحت الصالح أنصار الله يعني بدون يعني، وهذا الشيء يعني أصبح يعني لا يختلف عليه اثنان،
ولكن مع ذلك نقول للأستاذ عبد الباري طاهر ونقول لكل اليمنيين ولكل الأحزاب، نحن نريد شراكة وطنية عادلة. نعم أشكرك. لا يعني ولا نطالب بأي امتيازات نتيجة لهذا الخلل في موازين القوى الذي أصبح لصالحنا، أشكرك. وإنما نعم. نطالب أن نكون كقوة رئيسية مثل بقية القوى، وأن نشد أن تبقى أن 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 أن, أن تبقى المخرجات الحوار الوطني وكذلك اتفاق السلم والشراكة الوطنية كمرجعية، وأن نقوم بملء الفراغ في طيب. السلطة التنفيذية وحتى أجراء الانتخابات وانتهى الموضوع. أشكرك. إذن محمد البخيتي عضو المجلس السياسي الأنصار. لا أستاذ عبد الباري طاهر، قوات التحالف لا تزال تشن غارات على بعض المدن، اليوم حتى شنت غارات على بعض المدن، على صعدة، على لحج، وأيضا على اللواء 35 بتعز، وهي التي أعلنت عن وقف عاصفة الحزم وبدء عمليات إعادة الأمل. تعتقد أنه تغير في الأسماء فقط، تغير في أسماء العاصفة إلى إعادة الأمل، وإلا هناك جدية لتحول ما، وإلا انتظار لما سيفعله أنصار الله خلال المهلة التي ستنتهي مساء الجمعة؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ يا أخي أنا في هذه يعني اللحظة الفاجعة أتذكر قصيدة الأستاذ عبد الله البردوني، الإنسان الذي يرى أبصر من المبصرين أكثر من المبصرين، قصيدته في المصالحة الوطنية شبهين الذي حصل بين الجمهوريين والملكيين، أهلكتنا الحروب في غير شيء في غير شيء وبلا غاية دهان السلام، هذا السلام الذي يتكلم عنه، هذه الانتصارات الآن قوات يعني عاصفة الحزم الكارثية تتحدث عن انتصارات، بينما ينتصرت على الأطفال، على المساكين، على البيوت، على العمران، على المنشآت، ولم تنتصر على أحد، دمرت بلد يعني يحتاج إلى عون وإلى مساعدة، لعبت دور كبير جدا في تخريب بنية هذه اليمن. الآن أيضا في الطرف الآخر أنصار الله يتحدثون عن انتصارات وأن هزيمة يعني عاصفة الحزم، بينما لا نلحظ إلا كوارث، والكوارث الآن تدمر بلد وتدمر بلد يعني محتاج إلى أمن وسلام واستقرار، وبحاجة إلى مياه الشرب وإلى الكهرباء وإلى الطرق وإلى كل ما ينفع الناس. يعني هذه الاحتفال الآن بالانتصارات هو مخيف أكثر من بشاعة الحرب نفسها، لأن الذي يحصل الآن استمرار في الكارثة بدون معالجة أوضاع الناس، والقتال يدور على تدمير بلد بحاجة إلى بناء وإلى تنمية. أشكرك جزيلا المحلل السياسي الأستاذ عبد الباري طاهر. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل من الإعلان، نعود لاستكمال الواقع اليمني. أهلا بكم من جديد إلى الواقع اليمني. وفي محوره الثاني، شنت طائرات التحالف غارات استهدفت اللواء 35 مدرع بمنطقة المطار القديم بتعز، بعد سيطرة قوات الأمن الخاصة المسنودة بمسلح أنصار الله عليه صباح اليوم. هذا وكانت مصادر أخرى قد تحدثت عن أن غارات جوية استهدفت مواقع بمحافظة لحج. وفي تطور آخر، فقد أفادت مصادر بتواصل المعارك في منطقتي الجدعان والصرواح بمارب. محمود الحميدي يرصد كل هذه التفاصيل. أعلن عن الانتهاء من العملية المسماة بعاصفة الحزم وبدء إعادة الأمل، لكن المواجهات والضربات الجوية استمرت في عدد من المحافظات، والأمل ما يزال عند المواطن بإيقاف نار المتحاربين. سياسيا، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه تم الإفراج عن اللواء الصبيحي وفيصل رجب وناصر منصور هادي بعد شهر من اعتقالهم في لحج، فيما لم يعلن أنصار الله عن الإفراج عليهم، ولم تتوفر معلومات لدى اللجنة الإعلامية لهم أثناء تواصلنا معهم. ميدانيا، كانت تعز هي الأكثر سخونة اليوم بعد اقتحام الجيش ومسلحي أنصار الله الحوثيين للواء 35 الذي أعلن في وقت سابق ولاءه لهادي،
وتعرض بعدها لعدة غارات من قبل طائرات قوات التحالف، حيث أكدت اللجنة الإعلامية لأنصار الله السيطرة على اللواء وفرار من أسمتهم بالجنود المتمردين، نفت وقوع ضحايا داخل المعسكر جراء القصف. أما الرواية الأخرى وحسب مصادر صحفية فإن مسلحي القبائل أو من يطلقون على أنفسهم بالمقاومة الشعبية تمكنوا من إخراج الجنود من إحدى الجبهات قبل اقتحامه. جاء ذلك مع استمرار الاشتباكات في الحصب والمرور وجوار الأمن السياسي. لحج هي الأخرى شهدت اليوم اشتباكات عنيفة بين اللجان الموالية لهادي ولجان الحوثيين المساندة لوحدات الجيش في منطقة الوهط التابعة لمديرية تبن، حيث شهدت المنطقة عدة غارات استهدفت تجمعات الجيش والحوثيين حسب مصادر صحفية. أكدت أيضا أن مديرية المسيمير شهدت هي الأخرى اشتباكات بين الأهالي ووحدات من الجيش المسنود بأنصار الله الحوثيين حاولت اقتحام المديرية. في عدن سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة في المعلى وخور مكسر ودار سعد، مع استمرار ضرب البوارج البحرية لأهداف داخل تلك المناطق واستهداف جوي لتحركات وحدات من الجيش كانت تتجه صوب راس عمران. الوضع في مأرب بدا مشابها لما حدث في تعز، حيث قالت اللجنة الإعلامية لأنصار الله أن وحدات الجيش المسنود بعناصرها حاصرت موقع قيادة معسكر كوفل وتقوم بتمشيطه من الأطراف تمهيدا لدخوله، بينما تؤكد مصادر صحفية أن قصفا جوي استهدف المهاجمين واستطاعت القبائل صد الهجمات والتقدم في المناطق التي يتمركز فيها الطرف الآخر. ومع استمرار تحليق الطائرات في صنعاء وصعده تقول إعلامية أنصار الله أن قصفا بالقذائف والرشاشات استهدف مناطق حدودية هي الملاحيط والمنزالة ورازح والصبة. إذا نبدأ هذه المحاور من تعز ومعنا من هناك الصحفي فهد العميري. فهد، في البداية لو تضعنا في صورة ما جرى اليوم بالتحديد، ما الذي حدث صباح اليوم وكيف تمت السيطرة على اللواء 35؟ دعني أبدأ من ما يجري في هذه الأثناء، حيث تقوم طائرات عاصفة الحزم قامت بتنفيذ ثلاث غارات على معسكر اللواء 35 في منطقة المطار القديم، كما تسمع الآن أصوات اشتباكات. والآن في هذه الأثناء شنت الغارة الرابعة على معسكر اللواء 35، وقد قامت ميليشيات الحوثي وقوات مسنودة بقوات الأمن الخاص ومعسكر اللواء 22 بمحاصرة اللواء 35 منذ الساعة 10 من مساء أمس وإطلاق نار كثيف على اللواء، وتمكنت هذه القوات من اقتحام اللواء صباح اليوم. وتفيد المصادر بأن القائد اللواء وعدد كبير من أفراد اللواء تمكنوا من الخروج من اللواء وإخراج العديد من الأسلحة الثقيلة والتمركز خارج اللواء، كما أفاد شهود عيان من المسعفين الذين توافدوا صباح اليوم إلى اللواء لنقل الجثث بأن ميليشيات الحوثي قامت صباح اليوم بمنعهم من إسعاف الجرحى، كما قاموا بتصفية عددا من الجرحى في المعسكر، ولم يتمكن المسعفين من إسعاف سوى 8 جثث. طيب فهد، أنت تحدثت عن 4 غارات، وكان في بعد ظهر اليوم أيضا هناك غارات أو قبل الظهر بالتحديد غارات على نفس المعسكر. السؤال هو، هل حققت هذه الغارات شيء على الأرض مع استمرار الاشتباكات؟ الاشتباكات تسمع خلال هذه الأثناء، بينما كانت متوقفة خلال الفترة السابقة، لكن الواضح بأن هناك استهداف لتجمعات الحوثيين وأن ميليشيات. أين بالضبط الاشتباكات؟ أين بالضبط الآن؟ في محيط اللواء 35 الآن تسمع. فقط. كما سمعت قبل قليل في أكثر من منطقة بتعز، في منطقة المرور كان هناك اشتباكات، في النقطة الرابعة كان هناك اشتباكات، في جولة الإخوة كان هناك اشتباكات. الاشتباكات تسمع بين الحين والآخر في محافظة تعز، لكن القيادة اللواء 35 قامت بالتمركز في محيط اللواء، وهناك احتمالات بأن تتمكن من استعادة السيطرة على اللواء
نعم. خلال الساعات القليلة القادمة. أشكرك جزيلا من تعز فهد العميري. ينضم لنا عضو الهيئة الإعلامية لأنصار الله نصر الدين عامر. نصر الدين، إذن أربع غارات قبل قليل وأيضا غارات سابقة على اللواء 35 مدرع، نسأل عن الخسائر في صفوفكم في صفوف قوات الأمن الخاصة إذا كانت هناك خسائر في البداية. أولا السلام عليكم وتحية لك وللمشاهدين. يعني أنا أنتقد عليكم أن المصادر الميدانية دائما تعتمدها غير محايدة، دائما غير محايدة ودائما تحيز إلى طرف معين، وتصنف الوحدات من الأمن أو الجيش تصنيفات خاصة. يعني ما هو أنت تجيب ناصر، أنت تجي بعدها وتصحح هذا المفهوم الذي تقول أنه غير دقيق. لا أنا أصدر ميداني. طيب ممكن عادي مش مشكلة، الآن ممكن ترد علينا ومن غدا ممكن ترشح لنا أحد ميداني ينوب عنك، ما عندنا مشكلة. لا بس هذا مجيد. طيب يعني بالنسبة يعني أنت كما سمعت أنا وأنت من المتكلم من تعز عندما يتحدث بأن الطيران الأجنبي المعادي يساند هؤلاء، يعني أي أنهم يثبت ما قلنا بأنهم استلموا أموال من السعودية وأصبحوا لا يدينوا بالولاء للجيش اليمني، أي أنهم لا يعتمروا بإمرة الجيش اليمني، وقاموا بإخلال يعني الأمن. وقد كررنا هذا الكلام في كل الحلقات التي أشارك معكم عبر الهاتف، يعني والآن تمكنت قوات الأمن الخاصة من يعني السيطرة على الوضع وإعادة الوضع مثل ما كان. هم الآن أيضا يستخدمون بعض الآليات والمدرعات في ضرب الناس والاعتداء عليهم، والآن يعني لديهم بعض المدرعات والدبابات فوهات مدفعتها ومدفعيتها موجهة إلى الشوارع في مدينة تعز. طيب. إلى تقريبا شارع جمال وإلى يعني بعض الشوارع. طيب ماذا بعد السيطرة، ماذا بعد سيطرتكم على اللواء، وخاصة مع حديث فهد العميري يقول بأنه احتمال استعادة اللواء من قبل القوات الموالية لهذه خلال ساعات؟ العكس، يعني العكس، السيطرة هم من سيطروا، أي علم هذه العناصر لم يكن هناك من أفراد اللواء الأصليين إلا عدد قليل، وقد أصبحوا يعني أضيف داخل هذا اللواء من العناصر التي بعضها تنتمي مباشرة لتنظيم القاعدة وبعضها مقربة وأيضا من عناصر حزب الإصلاح. قام الأمن المركزي باستعادة هذه الوحدة من وحدات الجيش أي اللواء 35 إلى أحضان الطلعة القانونية الرسمية في اليمن، والحديث عن استعادتها إلى يعني القوات الموالية كما يسميها الموالية لهذه هو الكلام مزعوم وغير واقعي، لأنهم قد فروا وإن كان الطيران المعادي الأجنبي السعودي يساعدهم لكن لن يفيدهم، لأنه لم يستطع أن يفيد ستبقى معي في مأرب ولم يستطع أن يفيد تنظيم القاعدة في شبوة. ستبقى معي لتعلق على الوضع في عدن، لكن قبل ذلك انتقل إلى الوضع الميداني. معنا من هناك الصحفي أنيس منصور. أنيس مساء الخير، نريد أن نعرف الصورة من عدن خاصة بعد الحديث عن السيطرة على الجسر البحري من قبل المقاومة الشعبية في عدن وتجدد الاشتباكات حتى في المعلة التي كانت هدأت منذ أيام. طبعا أخي عبد السلام، ما تزال عدن على صفيح صاخن من الأحداث والاشتباكات ومعارك الشوارع، ما يزال الدم العدني ينزف بالقمص وينزف بالقصف وينزف بالقتل. يعني لا أدري من أين أبدأ، ولكنني سأقول لك أن ما زالت يعني المواجهات مستمرة والاشتباكات مستمرة في كثير من الجبهات. صحيح أن هناك تقدم كبير للمقاومة الشعبية الجنوبية، هناك السيطرة على كثير من المواقع بما فيها جزء كبير ما تبقى من الخط امتداد الساحلي في خور مكسر، بما فيها الخط البحري جزء كبير جدا تقدم فيه يبقى سواء المدرج المطار ومطار عدن ومعسكر بدر، تتواجد فيه الحوثيين وأيضا في دكة المعلى ومنطقة المعاشيق في كريتر هذه لكن اليوم ازداد بطشة وتنكيل الحوثيين حتى بالبسطاء والمدنيين. وعلى سبيل المثال يعني مئات الأسر ظلت عالقة منذ بعد ظهر اليوم في نقطة الرباط، منعت من الدخول سواء أسر مواطنين شباب، يعني منع منعا تاما من الدخول إلى عدن، وظل بعضهم عالقين حتى مغرب اليوم.
والبعض أيضا عاد. هذه لأول مرة هناك يعني عملية تنكيل لأبناء عدن بشكل كبير جدا في الأماكن التي تواجد فيها الحوثيين. سقط شهيدا اليوم، يعني سقط شهيدا في خور مكسر، وما زال ثلاثة من أبناء حي السلام في موت شريري، وما زال يعني هناك إصابات أيضا في المعلى. يكاد الوضع هادئا نوعا ما في منطقة كريتر، لكن ربما أيضا أن بحكم الانقطاع الاتصالات بالذات كريتر تعاني من معاناة شديدة جدا، انقطاع الاتصالات، انقطاع الانترنت، انقطاع المياه، وأيضا انقطاعات في الكهرباء، وهي نعم. الأشد يعني ضرارة في مسألة في الصيف. نعم. الإنسانية. طيب أنيس ماذا عن الغارات الجوية؟ هل تؤكد لنا أن هناك بالفعل غارات جوية في عدن ولاحج، ومتى كانت وعلى ماذا تركزت؟ طبعا هناك غارتين جويتين، غارة على منطقة جعولة وهي منطقة تقع في النطاق الجغرافي لمنطقة المنصورة في عدن، في منطقة بعيدة عن المدينة وهي منطقة مزارع وبعض السكان. لم يعرف تفاصيل هذه الغارة. الطيران طبعا حلق، وأنا عن نفسي سمعت أصوات الطيران يحلق، وهناك أيضا غارة أخرى حسب الأنباء في مزرعة من مزارع منطقة الفيوش يتواجد فيها الحوثيين على أطراف المدينة الخضراء، وهناك أيضا أنباء عن غارة أخرى في منطقة يعني قريبة من صدر تدعى مغرس ناجي وتتبع أظن محافظة لحج. هذه الغارات ما زالت مستمرة، لكن هذه الغارات لم تستهدف منشآت ولا مؤسسات بقدر ما استهدفت تجمعات وتقدمات للحوثيين وتحركات حوثية حسب ما هو معمول به، بمعنى انتقال المرحلة من عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل. نعم. الأمل. أشكرك جزيلا من عدن الصحفي أنيس منصور. نصر الدين عامر، هناك أنباء تتحدث بأنه بدأ بعض مسلحي أنصار الله بالانسحاب من بعض المناطق، وهذا ما فسر وجود المقاومة الشعبية على الخط البحري على كورنيش خور مكسر كما أكد بذلك أنيس منصور. تؤكد ولا تنفي، ولا عندك رواية أخرى أصلا؟ أنا أنا لست بصدد التأكيد أو النفي. أنا أقول بأن هناك يعني معارك يعني هي شبه أمنية تدور في أكثر من منطقة في عدن لتصفية أوكار ما تبقى يعني من تنظيم القاعدة الذين يحاولون أن يتحصنوا في يعني في بعض المناطق. لذلك العملية أكثر من أن تكون عسكرية هي عملية أمنية لملاحقة فلول القاعدة يعني التي تختبئ هنا وهناك. ولذلك يعني يصعب الحديث لأن الأمر بالنسبة للجيش واللجان الشعبية ليست مسألة سيطرة بقدر ما هي مطاردة وملاحقة لهذه العناصر الإجرامية. لكن عندما نتحدث عن أن هناك عناصر تساندها الطيران المعادي فهذا يعني يوضح الصورة أكثر بأن هذه جهات خارجية وليست يمنية، هذه جهات مدعومة من الخارج يساندها العدوان. أما عندما نتحدث أنيس منصور وهو شخص غير معايد أبدا ودائما يقف إلى جانب تنظيم القاعدة، يعني عندما نتحدث بأن الضربات دقيقة جدا، عندما نتحدث بأن الضربات دقيقة جدا بينما الناس شاهدوها في صنعاء وفي عمران وفي صعدة وفي حجة وفي جميع المحافظات اليمنية، لأن الضربات لم تكن دقيقة وإنما تستهدف المدنيين وتقتل وتدمر البنى التحتية والمنازل. يعني هناك تناقض كبير جدا بين أن يقول بأنها في عدن تقذف بدكة بين أوايا فيها بقية المحاولات لا تكذب بدكة. أشكرك. شكرا. إذن الأستاذ نصر الدين عامر عضو الهيئة الإعلامية لأنصار الله. نبقى في التطورات الميدانية ولكن بشأن آخر، وهو استهداف عناصر من تنظيم القاعدة، هذه المرة في حضرموت بالتحديد في المكلة. ينضم إلينا من هناك الصحفي علي الكثيري. علي مساء الخير، لو تحدثنا عن طبيعة الضربة، كيف تمت، وأين الضربة التي قيل بأنها أسقطت خمسة من عناصر تنظيم القاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل منتصف ليل أمس ثلاثاء قامت طائرة بدون طيار بإطلاق حوالي ثلاثة صواريخ باتجاه مجموعة من مفترضة من أنصار الشريعة في شارع 60 بمدينة المكلا، كانوا يتناولون وجبة العشاء،
قتلت السبعة تمام جميعا وتحولت أو تحولوا إلى أشلاء في الشارع الستين. طبعا هذه العملية هي الأولى إطلاقا على مستوى مدينة المكلا، لم يحدث إطلاقا أن تم قصف في مدينة المكلا بطائرة بدون طيار. وهناك معلومات ربما من خلال حسابات مقربة من تنظيم القاعدة أن الناطق الرسمي للتنظيم وهو المسمى مهند غلاب ربما يكون ضمن الذين قتلوا في هذه الضربة. طبعا تنظيم القاعدة علي نعرف أنه تنظيم القاعدة الآن تقريبا هو المسيطر على المكلا، بالتالي تواجده بشكل مكثف. والسؤال هنا، هل يتوقع استمرار مثل هكذا ضربة مع وجود مكثف لعناصر القاعدة ليجعلهم صيدا سهلا لهذه الضربات؟ طبعا هو من المعلوم أنه من تقريبا قبل عدة أسابيع تم اقتحام مدينة المكلا من قبل مجاميع مسلحة تنتمي لأنصار الشريعة، مع أنهم عندما دخلوها لم يرفعوا أعلام هذا التنظيم ولم يدعوا أنهم جاءوا بصفتهم في هذا التنظيم، بل قالوا أنهم من أبناء حضرموت وجاءوا استباقا لهجوم مفترض أو متوقع من الحوثيين على المكلا. طبعا هو فيه الآن مفاوضات مع المجلس الأهلي على أساس تسليم المدينة للمجلس الأهلي من أبناء مدينة المكلا ليقوم بإدارة المدينة والمحافظة، وهذه الوعود بالتسليم إلى الآن لم تثمر. والجانب الآخر أن المكلا بالفعل يعني تعيش مأساة كبيرة نتيجة لانعدام المشتقات النفطية وأيضا التهديد المستمر بانقطاع التيار الكهربائي انقطاعا نهائيا بعد نفاذ مادة المازوت التي ربما المخزون قد لا يكفي بضعة أيام. وأيضا مشكلة المياه القائمة والتي أصبحت الآن تقريبا تبرمج على أساس 3 أيام، بعد كل 3 أيام يأتي الماء يوم في كل أحياء المكلا. هناك محاولات لمعالجة هذه المشكلة، ولكن أنا هنا أحب أن أعلق على ما قاله الأستاذ محمد البخيفي من أن المكلا سقطت عندما كان هناك فراغ أمني. أقول أن المكلا لم تسقط، المكلا سلمت، المكلا كانت مطوزة بالمعسكرات ولم تطلق طلقة واحدة عندما تم اقتحامها. أشكرك جزيلا. فهذا الموضوع يعني ربما يجب أن يكون واضحا أمام الناس. وضحت الفكرة. لا يمكن أن يكون كل أبناء حضرموت أو أبناء الجنوب دواعش، وهذا منطق غريب. أشكرك. من يقاومهم أبناء الجنوب من يقاومون اليوم. أشكرك جزيلا من حضرموت الصحفي علي الكثيري. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمناقشة المحور الثالث في الواقع اليمني. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية التي شنها تحالفه على اليمن لتصل إلى أكثر من 950 قتيلا وقرابة 4000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من صعوبة الوضع الإنساني في اليمن. أسامة السالمي والتفاصيل. بعد 4 أسابيع من بدء تدخل الطيران السعودي على اليمن، عقدت اليوم بصنعاء وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه الإحصائية الأولية للأضرار البشرية والذي وصلت إلى ما يقارب 3311 إصابة، بينما عدد الوفيات بلغ 951 حالة وفاة من مختلف الأعمار. الإجمالي للإصابات والوفيات 3949، أي قرابة 4000 إصابة. لا شك بأن من هذه المجموعات ومن هذه الإحصاءات
الذي يهمنا بدرجة أكبر، ولا شك أن الكل وبكل الطوائف وبكل أطياف الأعمار العمرية والجنسية ذكر وأنثى لا شك بأنها تهمنا، ولكن عادة ما يتم التركيز على الأطفال والنساء. لدينا من الأطفال 400 وحالة إصابة، الوفيات منها 134. بالنسبة للنساء 225 إصابة، وعدد الوفيات من النساء 95 مرة. هذه من بداية الأحداث، نعم أخي العزيز، من بداية القصف إلى يوم البارحة 21، إلى تاريخ 21. على صعيد البنية التحتية وبالتحديد المستشفيات، فقد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة إن هناك العديد من المستشفيات مهددة بالإغلاق نتيجة الوضع الأمني والصحي والدوائي، ناهيك عن تعرض الكثير من المرافق الصحية للقصف. هناك مشافي تم استهدافها من قبل العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي. هذه المستشفيات التي تم استهدافها لدي قائمة هنا لعرضها على الإخوة الأكارم سواء من الصحفيين أو العاملين أو غيرهم. معنا مستشفى الرحمة في صعدة ربوع الحدود، معنا مشفى شداء في صعدة، معنا مشفى المزرق للنازحين طبعا هذا المشفى في حجة، معانا مشفى صرواح في مأرب. هذه كلها مستشفيات تم استهدافها من قبل العدوان الغاشم الآثم. مشفى 48، لكي نكون دقيقين، هو لم يستهدف تماما المستشفى أو المشفى بذاته، وإنما كان بجواره، ولكن كانت الآثار مقاربة لاستهداف المشفى. وتطرق المؤتمر إلى غياب الكوادر الطبية الأجنبية والتي بلغ إلى ما يقارب 95% نتيجة لما يحدث في البلاد، مما أحدث فجوة كبيرة على المستوى الصحي. كان في اعتماد كبير جدا على الكادر الصحي وخصوصا الإخوة في الهند اللي هي فئات التمريض. هذه سببت لكج كبير جدا، شورتج كبير، قصور عمل كبير جدا في قضية التمريض. لا أقصد هنا زي ما قلت لكم، ما أتكلم من الناحية الاجتماعية والإدارية أو هذا أو استراتيجية البلاد بالنسبة للآثار، ولا من يهمني الناحية الصحية. هذا القصور أو ترحيل هذا العدد الكبير لا شك بأنه أحدث فجوة كبيرة جدا، إن شاء الله أنه سيتم معالجتها بإذن الله تعالى مستقبلا، سواء بعادتهم أو بتأهيل الموجودين وبتفعيل المؤهلين الموجودين وإلى آخره. الناطق باسم وزارة الصحة وفي ختام المؤتمر الصحفي تحدث بأن الإحصائية ليست نهائية، خصوصا أن هناك صعوبة للوصول إلى المناطق الدائر فيها الصراع وحصر المصابين والضحايا فيها. ينضم إلينا الناطق الرسمي لوزارة الصحة دكتور تميم الشامي. دكتور تميم، تحدثت عن عدد الإصابات، عدد الضحايا، لكن السؤال مع اقتراب عدد الإصابات من 4000، السؤال كيف يمكن للمستشفيات التي يمكن أن ينتهي فيها الدواء وكل الدعم، كيف لها أن تستقبل كل هذه الأعداد؟ نعم أخي العزيز، مساء الخير أولا. في واقع الأمر هو هذه الإصابات التي هي قد هي أصبحت إصابات قد هي في عداد الإصابات التي حدثت والتي دخلت إلى المستشفيات ويتم معالجتها. لا شك أن العراقيل أخي العزيز كثيرة جدا لمعالجة هذه الحالات، وخصوصا مع العلم بأنه معظم الخدمات زي الكهرباء، معظم المواد الإسعافية سواء كانت من أدوية أو مستلزمات طبية، هناك قصور كبير جدا في وجود هذه المواد نتيجة للحصار البري والبحري والجوي من قبل هذا العدوان الغاشم. هذا لا شك أنه سيؤثر بشكل كبير على الأداء الصحي والرعاية الصحية لهذه الإصابات، ناهيك عن الحديث عن الأمراض أو المرضى الآخرين الذين يترددون على المستشفيات سواء كانت أمراض مزمنة أو أمراض حادة. في هناك أنت ذكرت نوع من الإصابة، أنت في المؤتمر الصحفي تحدثت عن أنه كل هذه الأرقام هي بسبب الغارات الجوية. الناس في هذه المناطق اشتكون حتى من موضوع الراجع من المضادات الجوية، مضادات طيران. ممكن تعطينا صورة عن ضحايا المضادات هذه أو الراجع؟
نعم أخي العزيز، هناك أعداد لا شك في كل الأحوال، في كل الأحوال هناك إصابات، ولكنها تصنف في خانة الإصابات البسيطة والمتوسطة وليست إصابات شديدة. من النادر تم استقبال في واقع الأمر إصابات شديدة اللي هي وخصوصا الراجع الذي يعود أو يرجع إلى الرأس مباشرة، وأحيانا يعمل خرق خصوصا إذا ما حصلش للطلقة حق هذه انفجار في الهواء، أن تنفجر في الهواء وعند عودتها تسبب لها الإصابة شديدة. في واقع الأمر أخي العزيز ليس لدي إحصائية دقيقة بالضبط التي تفصل لي أو تفصل لي عدد الضحايا الموجود من الراجع، هي في واقع الأمر ليست بالعدد الكبير، ولكنها مقارنة طبعا بفائدة هذا الغطاء الناري الذي يسمى لكي لا يستطيع الطيارة والطائرة للنزول إلى الأسفل، لا شك أنها بتشكل أو بتعمل لي على حد كبير جدا من أنه يتمكن من ضرب الصواريخ، واللي تعتبر في النهاية محصلة الإصابة لوجود الراجع هذا ستكون أقل بقليل من لو تمكن هذا الطيار بضرب الناس. الناطق الرسمي لوزارة الصحة دكتور تميم الشامي، أشكرك جزيلا وأشكر كل ضيوفي الذين مروا في هذه النافذة من الواقع اليمني، وأشكركم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة. ألتقيكم بإذن الله في حلقة أخرى من الواقع اليمني. حفظكم الله ورعى الله الوطن. إلى اللقاء.